بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أتيت اليوم أقوم بموضوع مهم جدا. هذا الموضوع لامس قلبي، حكم وأقوال لامست قلبي، ياريت نتعلم منها. نتعلم خلاصة البشر، ثلاث دروس عليك أن تحفظهم. أولا، من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكي، فلا تقلق لن يضيع حقك أبدا. 2، القوة أن تمشي بجانب الأشياء التي تعينك وكأنها لا تعينك نهائيا. 3، استمع ثم ابتسم ثم تجاهل، ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بجدية. عش من أجل نفسك، أدي ظهرك لكل من لا يستحق، فلا غياب إلا غياب راحتك، ولا فقد إلا من فقد ذاته. لا تشرح لأحد، ولا تعتذر لأحد، ولا تبحث عن إرضاء أحد. كن أنت، فمن يريدك سوف يرى أجمل ما فيك، ومن لم يفعل لا تحاول إقناعه. فالكلب لا يرى ذيله، بل يرى ذيول غيره، تماما كالبشر. ينصحون، يزمون، يحكمون دون أن يروا أنفسهم. الجميع يعاني من الجميع، الجميع ضحية الجميع، الجميع يعلم أنه لا ثقة في الجميع، الجميع أشرار في نظر الجميع. فمن نحن ومن هم؟ إن لم تتعلم إجبار النفس على المضي وتقبل التغيرات السريعة والتصرف معها بمرونة، سوف تقف طويلا كعمود إنارة يضيء ما حوله، وللأسف سقفه مظلم. حين لا تحب المكان استبدله، حين يؤذيك الأشخاص غادرهم، حين تحبط اقرأ بشغف. المهم في الحياة ألا تقف متفرجا، ابتعد عن سوء الظن فهو يؤذي، وعن الشك فهو يهدم، وعن المقارنة فهي تظلم. في هذه الحياة اغمض عينك وتغافل عن بعض الأمور كي تعيش في سعادة. لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى ويستمر رائعا حتى النهاية. ففي البداية كلهم رائعون. لا تثق في البشر كثيرا، فإياك الاعتقاد بأن كلمة جميلة من أحدهم تفسر حبه لك. فالأغلبية يتحدثون بمزاجهم فقط، ولا تعامل البشر وكأنهم ثابتون لا يتغيرون. فربما يجد أحدا غيرك ويغادر وكأنه كان لم يعرف. لا تضع في مخيلتك أن الجميع يمكنه تحملك، فلا ترمي نفسك على أحدهم، وتأكد بأن من يريدك سيأتي. فجميع البشر يتغيرون، ولا يمكن أن تبقى في قلب أحدهم في نفس الوقت. حين تحب إنسانا فلا ترسم له في ذهنك صورة مثالية بعيدة عن الواقع، لأنك ستفاجئ حين ترى منه خطأ عابر أو زلة غير مقصودة. لذلك حين ترى ممن تحبهم ما لا يعجبك فلا تسقطهم من عينك، لأن الخطأ سمة ملازمة للبشر، وليس عليهم أن يكونوا كملائكة السماء، لا يسيئون ولا يخطئون. فكن أنت كما أنت لتبتسم لك.